اول حاجه كنشكركم على الانفيتاسيون دونك كيف ما عارفين معكم اشنايم هنايا في السولو عرضوا علينا الدراري كوم انفيتي وقبل باش نكون ممبر في الجوري. الحاجه اللي عجبتني صراحه بزاف
كنشكر كاع الدراري اللي خدموا زعما فريمون خريبكا فيها شباب فهمتي تبارك الله فيهم شباب جيتي سوربري بزاف النيفو ديال الدراري دي جي اللي طلع اللي تي زعما تبارك الله مزيان وكان قال لي هو اللي ربح ليديسيون هذاك العام اللي فات تبارك الله اللي تري بيان دازو دي رابور بزاف ديال المدن يوسفيا تازا كازا وخريبكا وكان واحد كاع جا من فرنسا اللي عجبتني صراحه سي كو كاينين دراري مع ولكن ربما ما معطيهمش فرصه باش يبانوا ربح معنا ام سي ديني في لا كاتيجوري ديال الهيب هوب هو منطقه ديال خريبكا وحتى الدراري الاخرين تبارك الله زعما عندهم ان نيفو مزيان حاولنا كل واحد نعطيو لي بوين بوزيتيف ولي بوين نيجاتيف باش اميليوريهم وان شاء الله انا غادي نبقى اون كونتاكت مع الدراري كاملين ان شاء الله عطيتهم وعد باش نبقى اون كونتاكت معهم وباش نحاولوا نعطيهم ان كود بوس لان كاينين دراري غادي يبانوا ان شاء الله بيانتو في لاسين ديال الهيب هوب ماروكي يعني بصفه عامه باش يتعرف عليهم بوبليك ماروكي بصفه عامه بالنسبه للرابور اللي ربح هو السلام عليكم سميتي سامادوس ممبر ديال جروب نويزيا من ازمور بون كان جيت البارح كنت جيري في الكاتيجوري ديال الايب هوب داكشي كان زوين الجروبات كلهم كانوا مزيانين الحمد لله النيفو طلع في الراب غير قانون اللعبه هو كان خاص واحد اللي يدوز بالنسبه للكاتيجوري ديال الايب هوب كان ربح ام سي ديني من خريبكا ماشي حيت من خريبكا ولا شي حاجه مي صراحه كان النيفو ديالو زوين تبارك الله عليه حيت خدم موسيقى ما هادشي ما كيعنيش انا لي صوت ما خدموش موسيقتهم غير كان هو شويه الضو كان شويه الفلو كان شويه كان مزيان و بالنسبه للدي جي اللي ربح وصراحه ما كان لي ربح غير قالوا له بعدنا هو خص واحد اللي غادي دي جي ميكس فلو السلام عليكم تبارك عليك الميكس ديالو زويون وتا البيبليك تفاعل معاه وسميتو ميكس فلو